صدق زهقي. اليوم يؤكد الناس برا احنا محبوسين في البيت. اللي ما قلته وش رايك بأمي وأبوي؟ بس ننزل ثلاثة ملل والأربعة زهر والخميس دقصة وجمعة والسبت ويكس. يا حبيتك بس ضل معايا في بعدك أنا دبلان شايف بعيونك قصة أنا طالب منك هالفرصة دقات لقلبي عم حسة. ألو هيا بعد قلبي اطلعي شايف بس مفاجأة توقع متوافق على السيارة. أنا متأكد إن شاء الله بتعجبها بالعكس يمكن الحين تزعل. ليش؟ تكلف علي. هذه إليش هدية؟ سهلها. إيه. مو سخن أنت لك وباي أحد. لو إحنا أعطيت لك فلوس من وراي. الولدي يانا الولدي يانا. سهلها. أنت باطل على أبوك. كان يروح الدوام أفتك من السوام أفتك من هدرك من الصباح. حتى أمي قالت لونها حليو. من هي أمه؟ خواتك عدلها. سب. يوم شافتها أمك. خواتك قبلي من بها السيارة فارد. يلا اجيلي حال فضيلة السيارات. يلا 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 باي. ما أنا قايل لك إن ما تعجبها من حالي. ما في طماطة قول لهم نوصل لها من السوق. يلا باي. أجي إن شاء الله. أكيد ما عندكم طماطة. قلت لك ما في طماطة وإن رجعت مرة ثانية أبارز رجائك بمسامي. يلا بارك. عندكم مسامير؟ ما في مسامير. اجل اعطيني طماطة. يا هجمة الله لا يعطيك عافية يا هجمة. اوف قاعد متجنب بدل. ها ابوي الله يدفع جهنم اللي بتاخذ. قوم اقلب وجهك جيب اصبانة في بيبان. وين اصبانة في بيبان؟ خلص لي ذاك هنا. وهنا هنا هنا يا هلا يرفع مخكم. ورايح انا صار العب كوره. وش تقول يا ابوك ابن ذاك اليوم مباراه مهمه ما بعرف اشتغل يا ابوك. ابوي طيب بدل ما تطلع فيه. بتشوف انت تشوف شغل الدينامو. طب الدينامو انت ايه متاكد؟ ايه ابوي ما شغل الدينامو. الله لا يعطيك. ولك أسعدك. أنت شفتي قد أحد حبك من قبل؟ أنا أسعدك. يلا يلا أمي بعدين باكلمك بعدين. يلا بعدين بعدين باي باي. وصار برا. شبت الحرب. شبت النار شبت. هلا هلا تفرق. أنا أطلع شو بس صار. فجيئة إن شاء الله تفجحهم بطلت بدي كهرة ومرارتي. والصاير أحيك أسأل الصاير. أنت السبب عندما تطلعني بشدة آجار قعدت في وسط أهلك. أنا ماني قاعدة أبطلع أولادك أنت ربيهم. أنا ماني ربي أحد. أنا ماني دخلت وأنا جالس من النوم. وهذا اللي بواصل وصيتي بجنازة ما تمشي وراي لا أنت ولا أهلك. طيب قولي لي وش صاير؟ إذا ما يسوي لي لايك في الانستغرام صح من ورق أنا اللي حطيت من شوية.
هيو واشوف ما ترفعت سندش اكثر من 4 مرات هاي اتمطى كيفي والله هذا على كيفي قالك الفستق يلا عاد لو واحد جبنا محل ماكني اتمطر واتمطر لو ما ترفعي جاركم حج حسين قال الله تستاهل انت انا قلت وجابين ليش ولاد بعين وجابين ليش ولادش مالك على حظي الولاد اللي عندي ما منهم فايدة مربيتهم زي العجون لا هدايا ولا شيء كذاب اما الصداع والضغط والسكر من هنا جابهم مش غيرنا اصبرك الله لوز حق وش انا عملت رجيم تصلى ما تصلي ابوي ما شغلت الفلوس في فلوس الصين فيها كورونا الصين فيها كورونا ايش دخلني في الصين ابوي انا كان تروح الباص كان تروح الطياره كان طلع فيها واحد مريض هذه الحمله باصات في اي بي وعندهم طاقم طبي يفحصوننا لقينا شيء وسكن على مستوى صار لي اسبوع ابوي سوق له يوم كان حق له رايهم كم من ريال له اعطيه مصرف الطريق بس لا بعد 4 سنين تروح كانت تصفيات كاس العالم يلا انقلع يا ودي يلا والله العظيم ما اقول لهم امي وتشوف انقلع ما اقول لهم ترى ايش نفيت من كل امه ايش تبني؟ مو واحد يلا خذ الولد فلوس يلا ان شاء الله انا قايل لك ابوي ما اجي لك عيون الحمراء ايش بغيت؟ ما عندك اشتراك ايجار موبايل لو ستيسي لا جران عندي الجزء الخامس بس يده ما عندي سياره ما تشتغل يا الجار سياره ما تشتغل قدمت اوراق اونلاين قلت اقدمها اونلاين بعد اي سياره تبيع اونلاين الحين لا ذا قديمه دي قلت لي مشكله كهرباء ايه سددت فتره كهرباء اليوم سددت حقت البيت ليه ما لي عدت لحالها ليه والله ما ادري عنها الجار ما رديتها فيها مون ما مساحات فيها مون اشغلها ب 1000 ريال يلك 1000 البوجة بشرارة وشرارتين شرارتين ركبوا في كابل البوجي اوكي ما دي بس الفين اوكي هاي الجار السلام مرحبا يا كتموت يا حلوه يا بطه انت تفضل لا بس شفت عرض بيتزا مسوين بخمسه صحيح موجود عرضه بخمسه ريال ايه شفت في برامج تواصل اجتماعي ولا في السناب شات سناب وانا قايل المشاهير هم اللي يجيبوكم جبن ايطالي ولا الجبن الامريكي ايطالي الصوص الامريكيه ولا الصوص الايطاليه ايطاليه تبي الشطه المكسيكيه يلا انا ابغى شطه مكسيكيه خبز بر ولا عادي عادي لازم تاخذ الخبز البر عشان تسوي فتنس يا جميل يا حلو انت يا بطه تعال جسيانة بعد امزح حمزه حسابك 85 ريال ايه كل حاطينه بخمسه البيتزا العرض بخمسه المكونات 80 ريال لا ولا ما ابغى مكونات ابغى البيتزا اللي في العرض نفسها وشو؟ لا تقدر ترفع صوتك علي يعني؟ لا أهفك كفك أسر دروسك الحين يا هالخروف ما بقل لهم يلا اترك عنك الكلام وروح البقالة اشتري بطاقة موبايل يلا خرفان آخر زمن أنا آسف حبيبي